تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولحلاوة خطابه من المعتبرين، واجعلنا من المحافظين على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام. إن شاء الله اليوم سنأخذ التصحيح تلاوة لجزء قد سمع إن شاء الله. فنبدأ كده نشوف الأخوة والأخوات اللي عايزين يقرأوا يرفعوا إيديهم كده. حد يبدأ؟ ماشي، يفتح المايك ويبتدي أول واحد. حد يطلب القراءة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين طيب، يظاهرون فاتك يا أخت سورة مروة، فاتك القلقلة في الدال. قاد، ولا قد كده تاني؟ سمع، قاد. قد سمع الله. طيب ماشي، وبرضه فاتك الغنة في النون المشددة، إن الله. إن الله تمام، أكمل. أكمل. نعم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم برضه ليقولون القلقلة هنا، برضه خلي بالك منها، برضه القلقلة في ولدنهم الدال. ولد. ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن برضه الله في إخفاء في النون بتاعت منكرا، منكر منكرا. منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. هنا إظهار، إظهار إظهار العين من حروف الإظهار، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين قاف. هنا إظهار أو العفو غفور. وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما نرفق تعملون العين، بصير. توعظون به. توعظون به، تمام. والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين برضه متتابعين من فاتك القلقلة، برضه يجد بس نعم خلي بالك القلقلة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم برضه يستطع لمن الغن هنا، اي فمن لم اي يجد فصيام شهرين. الشيخ طه بعد اذنك مايك بس لما خلص. بارك الله فيك. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين طيب عايزين برضو يحاد في لما توقفي على الهاء توضحيها، وتلك حدود الله. وتلك حدود الله وللكافرين تمام. عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد طيب أنزلنا برضو الغنى هنا، من فيها زمن، من قبلهم.
من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. برضه يوم زمن الغنة، عذاب مهين. عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا برضه وأحصاه هنا في الله. زمن في إخفاء الميم، فينبئهم، فينبئهم. فينبئهم بما عملوا وأحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. عندنا برضه شيء قلنا. طيب طب تقدري يا أستاذة، عايزك يعني ايه تقولي لي أحكام النون الساكنة والتنوين، نون درستيها ولا لسه؟ أنا أيوه كنت درسها من مدة طويلة بصراحة، بس فاكرة فيها في ال... من طيب ال... تفتكري ايه منها؟ قولي كده، قولي لي تفتكري ايه منها؟ ال... الإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب. طيب لو تمام، لو حد لسه ما يعرفهمش تقدر توضحهم له؟ يعني امتى بعمل اظهار، امتى بعمل ادغام، امتى بيكون اقلاب؟ تفتكر التفاصيل دي؟ الإقلاب مع الباء والميم. طيب لا الاقلاب مع، تلخبط. هقول لك طب نلخصهم سريعا كده بحيث لو حد مبتدئ او عايز يراجع عليهم في دقيقتين كده. ماشي. النون الساكنة والتنوين، الكلام ليه كل بقى، يعني النون الساكنة والتنوين زي مثلا لما نيجي نبص مثلا إن الله سميع بصير، سميع ده عين منونة بالضم، سواء كانت منونة بالفتح سميعا وسميع أو سميع، كلها حكمها واحد. في تنوين، التنوين ده في النطق بيبقى زي النون الساكنة بالظبط، زي كلمة مثلا إيه من آمن مثلا، أو إن أمهاتهم، برضو إن أمهاتهم. أنا عندي لو بصينا في المصحف كده في الآية الأولى سميع بصير، وتحتها بالظبط إن أمهاتهم. إيه الفرق بين سميع بصير وإن أمهاتهم؟ سميع بصير بص كده في المصحف هنلاقي العين منونة. طب إن أمهاتهم دي نون أصلية، نون ساكنة، نون، لكن سميع تنوين، هي بتكتب تنوين بس بتنطق نون. طب وإن هي نون ساكنة؟ طيب شوفوا كده، سميع بصير. الثانية إن أمهاتهم، في اختلاف في نطق، مع إن الأولانية نون يعتبر نون، التنوين هو نون، وإن أمهاتهم نون، بس بصوا كده اسمعوا كده وقولوا لي في فرق ولا هو في الزمن، في زمن النون دي لو أنا قلت سميع بصير طبعا كده خطأ، إحنا مش بننطقها كده، سميع بصير. والثانية إن أمهاتهم، واحد يقول لي طب ما هما الاثنين نون، نقول سميع بصير ونقول إن أمهاتهم. لا، في بقى في احكام التجويد اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بيها وقرأ الصحابه بطريقه النطق، جاءت الينا ان سميع بصير تقرأ هكذا، اما ان امهاتهم تقرأ كده، يبقى في واحده زمنها قصير واحده زمنها طويل. ان امهاتهم زمنها قصير، نون بقرأها زمنها قصير، سميع بصير زمنها اطول. طيب نعرف بقى الكلام ده ازاي بقى؟ يبقى اذا مين اللي بيحدد مصير وزمن النون؟ الحرف الذي ياتي، الحرف الذي ياتي بعد التنوين، الحرف الذي ياتي بعد التنوين هو الذي يحدد كيفية نطق النون. فسميع بصير، ايه الحرف اللي جه بعد التنوين؟ الباء. طيب ان امهاتهم، ايه الحرف اللي جه بعد النون؟ الهمزة. طيب إذا الحروف هي اللي هتحدد مصير النون الساكنة أو التنوين أو طريقة نطقها وطريقة وزمنها. العلماء قسمهم بناء على القراءة المتواترة التي جاءت إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم الحروف دي لأربعة أقسام، قالوا في مجموعة حروف هتحكم على النون بحكم، ومجموعة حروف تانية هتحكم على النون بحكم تاني أو التنوين، ومجموعة ثالثة ومجموعة رابعة. طيب ايه المجموعة الأولى التي تحكم بالحكم الأول؟ المجموعة الأولى حروفها ست حروف، هي حروف الايه الحلق، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين قاف، حروف الحلق الستة الهمزة والعين والغين والحاء والخاء والهاء، دول بيسموهم حروف الحلق، تخرج من الحلق. الحروف الستة دي بتحكم
على النون بتحكم عليها بالإظهار. أقول إن أمهاتهم، أقول من غل، أقول المنخنقة، أقول من آمن، أقول منهم بزمن قصير. زمن إيه قصير؟ يعتبر أقصر زمن للنون اللي هي لا يعني تاني مرتبة، لا هي أقصر زمن في النون، النون المفتوحة والمكسورة والمضمومة، نه ني نو، دي أقصر زمن. الزمن اللي بعده على طول اللي هو زمن النون الساكنة، منهم، بخبط المخرج واصطدم فيه تصادم قوي وامشي خلاص، يبقى ده الزمن رقم اثنين. أول حاجة نه، ده زمنها قصير جدا اللي هي الفتحة أو الكسرة، ني أو نو. ثاني زمن اللي هو في الطول، يعني في الزمن في المدة اللي هو الساكن، أو إن أمة، إن أو مثلا منهم، من غل، من آمن، وهكذا، اللي هو الحروف الستة بتيجي بعد الإيه، سواء كان تنوين أو نون ساكنة. طيب التاني يبقى ده خدنا بس إيه الإظهار دلوقتي، وإحنا ماشيين بقى هناخد برضو الإيه الإدغام، وناخد الإقلاب، وناخد يبقى إحنا عرفنا إن الحروف الستة اللي هي حروف الحلق كم حرف؟ حروف همز مجموعة بيت اسمه ايه؟ الكلام ده كله موجود في تحفة الأطفال، اللي عايز يستفيد يحفظ المتن بتاع تحفة الأطفال ده هيلم التجويد كله في دماغه. بيقول ايه؟ الناظم بيقول للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، ست حروف هي بتسبب للنون الإظهار أو التنوين. طيب لعنو احنا ماشيين كده نستنتج في الصفحة اللي جاية حكم الإظهار الحلقي، بيسموه الإظهار الحلقي ماشي، لأن هي حروف الحلق. طيب ناخد الأخ، شكرا يا أستاذة مروة معنا تقريبا، أيوة مروة شكرا ليكي. هناخد الأخ محمد عوض يقرأنا الصفحة اللي بعدها وهو ماشي، لو قابل حكم بعد ما يخلص كل آية، بعد ما يخلصها لو هي فيها حكم إظهار يلفت النظر إليه. تفضل يا أخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلا هو ثلاثة إلا فيها إظهار، أحسن ولا برافو. خمسة إلا ولا بعد ما خمسة نخلص إلا الآية كلها هو وبعد كده تطلع لي منها. سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. طيب في إظهار طلع لي بقى حكم الإظهار. أيوه ثلاثة إلا، نعم أول حكم، ولا وخمسة، أحسن ولا خمسة إلا، خمسة إلا أحسن برضو فيها إظهار. نعم. في كمان إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم برضو فيه إظهار. تنوين وبعده عين، أيوة تنوين تمام، شيء بعده عين. اقولها ازاي؟ لو حد قال شيء عليم صح ولا خطا؟ خطأ، غلط، خطأ. خطا. الصحيح ان تصطدم في مخرج النون اصطدام قوي وتتباعد خلاص كده حقق الزمن بتاعها، شيء عليم، وفي المرتبه الثانيه في الازمنه بعد المتحرك اللي هي النون الساكنه او التنوين. اتفضل اكمل. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك اسمها ايه؟ به الله، حي حي حيوك يو ولا حي حيوك يو؟ حيوك احسنت.
حيوك بما لم يحييك بما لم يحييك به الله لا يحييك، هنا يا مشدده يحييك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طيب قبل ما انت عايزك ترقق الغنه بتاعت انفسهم، لان هنا فاء مرققه، يبقى لازم الغنه تتناسب معها تبقى مرققه زي انفسهم. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. أو برضه في الأحلى عايزه ملحوظه الفت نظرك ليها استاذ محمد، برضه عايزك تعمل اختبار وانت ماشي كده بتقرا، يعني مثلا المصير فبئس المصير، تبقى تقفل وتفتح الخيشوم الانف، لو لقيت الصوت بيتغير زي ما بقول كده المصير، سمعت الزنه دي؟ تمام ده معناها ان انا في عندي خطا في مخرج الياء الماديه. الصحيح اللي هو كده سمعت التغير في الصوت ولا مفيش تغير؟ دلوقتي المصير الاخيره دي مفيش تغير الصوت بيتغير فيها ولا ثابت؟ ثابت. ثابت. ليه بقى؟ ومع اني انا بفتح وبقفل الخيشوم الصوت ثابت، اما الاولى اللي هي الخطا اسمعها كده، انا هفتح واقف الخشوم وانا بقول المصير، هتلاقي الصوت بيتردد وبيختفي يظهر اسمع كده اللي هي الخطا المصير، سمعت الزنه دي؟ تمام سمعت. الزنه دي جايه ليه؟ لان انا قاعد افتح واقفل الانف، ففي صوت طالع من الأنف، أما الثانية دي صوت ثابت أهو، مع إني بقفل برضه وبفتح الأنف، أنتبه إن الياءات المادية والواوات المادية لا تخرج من الخيشوم، عشان الخيشوم بيخرج صوت الغنة فقط، الغنة زي ما إحنا بنقول دلوقتي اللي هناخد إدغام بغنة الخاء الإقلاب، الصوت بيخرج من الخيشوم أثناء، أو النون بصفة عامة لأن فيها غنة، يعني النا دي فيها غنه، مين حتى بقول مين في الاظهار في غنه برضه، لو انت قفلت مناخيرك وانت بتقول منهم في غنه، مين اهو مين هو مين هو، الصوت بيتكتم ليه؟ لان النون فيها غنه نفسها، لكن الياء الماديه او الياء بصفه اي حرف غير النون والميم ما فيش فيه غنه، فغلط ان انا ازن في حروف الماديه واجيب من مناخيري. احسنت. ومش انت بس، تمام كتير كتير بيقعوا في الخطأ ده حتى من القراء، ان هو في الفاتحة مثلا الرحيم نستعين يعملون يشرب يأكلون ليه كده، لكن انا اعمل ايه بقى؟ اخلي لساني تحت، لساني تحت اخليه مستفل خالص، واضم الشفتين في الضم، واخرج الحرف من الجوف مش من الخيشوم. احسنت. اكمل. أكمل الآية وأظل الأحكام في الآية الفاتحة. أكمل أكمل يا محمد. طيب طب نكمل ونقول الأحكام في الآية اللي هتيجي. يا أيها الذين آمنوا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا مد المد، تَتَنَاجَوْا آمنوا مد المد، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا خلاص اللَّهَ انت وقفت على الَّذِي معصية الرسول، ممكن نبتدي وتناجوا، يعني انت قلت ايه هو فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ونفذ الخلص، ابتدي بقى ايه وتناجوا بالبر والتقوى. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن غن الذين النون المشددة، النون المشددة غناها.
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا ليحزن الذين آمنوا. مين اللي معايا يا شيخ؟ أنا الصبر الصبر. ليحزن الذين آمنوا يعني وليس إنما النجوى بضارهم. إنما النجوى تاني يا شيخ، ما برجع محدش يبعت لي رسائل أثناء بعد ما يجي على الدور اللي هو عايزه. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشذوا فانشذوا. مرقق الغنة، مرقق الغنة يا أستاذ محمد، أحسن الله إليك. الغنة هنا مرققة، وإذا قيل انشذوا انشزوا فانشزوا يرفع الله الذي. انت كده بتفخم الفاء والغنة، الفاء والغنة مرققة. فانشزوا يرفع الله كمان. الغنة مرققة. فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا عايز الكتاب؟ لا بس كفاية الوجه ده، جزاك الله خير. هتجيب لي من الآية الأخيرة لو فيها إظهار، الآية الأخيرة أو الآية اللي قبلها، إنما النجوى. تمام. أول حاجة هي شيئا إلا بإذنه، فيها إظهار. أحسنت. نعم أحسنت. أنا عايزك تتابع أستاذ محمد، عايزك تتابع القراءة وتخلي بالك من التفخيم والترقيق، وتقرأ على هنا في المقراءة، وفي يعني تحاول تقرأ على شيخ متقن. احنا معك في المقراءة، وتواصل مع الإدارة إن شاء الله بحيث تظبط الترقيق والتفخيم إن شاء الله. قراءتك طيبة، بس زي ما قلت لك عايز تخلص من الغنن وتظبط التفخيم والترقيق والأزمنة. أحسن الله إليك، ما شاء الله عليك، شكرا لك جزيلا، بارك الله فيك يا أستاذ محمد. طيب لطالب القراءة. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة تفضل يا أم يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك. خلي بالك ما تقوليش يدي، ما تقوليش يدي، مش ما اسمهاش يدي، ما اسمهاش يدي، اسمها يدي. يدي. مش يدي. أيوة يدي. بين مش يدي. أيوة بين يدي. بين يدي نجوى يدي. يا شيخ طه الله يسعدك في المايك بعدين نعرضك، ولما تخلص الأخت يدي. قدموا يدي مش يدي. يدي. بين يدي اللي هي مثنى يد. فيها نسبة يدي أنا. لا هي مثنى يد. يدي. يدي. فقد يدي. خلي بالك مش يدينا، مش يدي كده يدي، يبقى انت بتقولي كانك بتنسبي اليد الى نفسك. يدي انا يدي. هي يدي. يد. أيوة. يدي. بين يدي نجا، بين يدي نجواكم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لا مش يدي، خلي بالك من تقولي يدي، أنا عايزة بين يدي نج، بين يدي نج، بين يدي نج، بين يدي نج.
ماشي، عايز بين تسمع يدي ايه؟ نجواكم لا صدقة. مش يدي، مش بين يدي نجواكم، يدي 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 اللي هي المثنى يد، يدي يد يدي. بين تمام. يدي يدي بين يدي نجواكم ايوه صدقة. يدي، تصاعدي في الفتح، يدي نج. يدي ايوه بين يدي نجواكم صدقة، كده حلو، ذلك خير لكم وأطهر. فرق فإن للطاء لم فالقلب الطاء وأطهر. وأطهر فإن لم تجدوا فإن لم تجدوا فإن فإن لم، هنا خلي بالك، هنا إدغام بغير قيد. أيوة فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إدغام بغير أأشفق غنة برضه، غفور رحيم. هنا الآية دي غفور مثال جيد جدا لنشرح فيه الإدغام بغير غنة. الإدغام بغير غنة، هنا نون ساكنة بعدها لام، فإن لم، فإن لم، نون ساكنة بعدها اللام. طب غفور رحيم تنوين وبعده راء، هذان الحرفان هما حرفا الإدغام بغير غنة. يعني خدنا الإظهار حروفه 6، حروف الحلق همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين صاء، لما بيجي بنعمل إظهار في النون الساكنة أو التنوين. طيب إيه الحروف بتاعة الإدغام بغير غنة؟ حرفين اللام والراء. أقولها إزاي؟ فإن لم تسقط النون بالكلية، تسقط النون بالكلية. أقول فإن لم، زي في الأذان بنقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ألا تسقط، ما أقولش أن لا إله، أن لا، لا أقول ألا. وأشهد أن محمدا، يبقى الأذان في إدغام بغير غنة في اللام والراء. الأذان في إدغام بغير غنة في اللام والراء، وأول أشهد ألا اللي هي في التوحيد إدغام في اللام، لا إله إلا الله. وفي الرسالة المحمدية، وأشهد أن محمدا درس، ما بقولش محمدا، بقول محمدا، بنتقل من الدال للراء، وتسقط النون. هنا برضو في الآية دي زي إيه؟ الأذان في إدغام بغير غنة في اللام وإدغام بغير غنة في الراء. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. تفضلي. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. بس خلي ده بالك من صح؟ الهاء بتاع اسم الجلالة، الهاء بتاع اسم الجلالة محتاجة ترقيق، لأن اللام مغلظة، اللام بتاع اللام مغلظة، لكن الهاء مرققة. فإن الله، بعد ما غلظ اللام وفخمها انزل على الهاء مرققه، ما اقولش فان الله، فان الله، فان الله غفور رحيم. اتفضلي. فإن الله غفور رحيم. وبرضه بس انت وقعت في حاجه تانيه بقى، اني ترققت الغين، قلت الله غ، لا الله، فإن الله غ. يعني اللام خلي بالك، لان الهاء واقع بين مفخمين اللي هي اللام مغلظه والغين مفخمه، يبقى انا مفخم اللام وبعد كده ارقق الهاء وبعد كده ارجع افخم الغين. فإن الهاء مرققه واقع بين مفخمين اللي هو اللام والايه؟ والغين، يبقى في اتنين مفخمين وبينهم حد رقيق، اللام مغلظة وبعدين الهاء الغين مغلظة وبينهم الهاء مرققة. يبقى ننتبه عشان ايه؟ لا تظلم لا يظلم المرقق وسط المفخم، يعطي كل حق حقه، كل ذي حق حقه، المفخم مفخم والمرقق مرقق. فإن الله،
فإن الله غفور رحيم. تفضلي أحسنتي. فإن الله غفور رحيم. قرأتها صح؟ رقم الغين شوية بس الغين عايزة تقسيم شوية. فإن الله غفور فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. ماشي غفور رحيم. أشفقتم أن قلقلة. أشفقتم قلقلة القاف. أشفق حروف القلقلة قطب جد. أشفق أشفق أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. قبل كده مش عايزين نقطع في خل الصوت ماشي في طبقة واحدة. بلاش ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله. هل الصوت بعد ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولاد ولا أولادهم من الله ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار فيها خالدون. دي على الراء فخمة. أصحاب النار فخم الراء فخم الراء. أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له يوم يبعث أخت منا تيف المايك. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن هاتي زمن الغين لا أغ ورقاق الهمزة لا أغلبن. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. كذلك انت خدت برضو ان الله برضو الهاء واقع بين المفخمين، اللام مفخمه والقاف مفخمه. ان الله قوي عزيز. تمام. ان الله قوي عزيز. بدون سكت. ماشي. ايه الحكم اللي في الايه ديت الاخيره دي؟ كتب الله بالنسبه للتنوين لاغلبن بالنسبه قوي للتنوين قوي عزيز، هنا الحكم ايه؟ انا لسه بتعلم والله يا شيخ محمد، يعني فعلا. هنا اظهار، هنا اظهار تنوين. احنا قلنا في اول الحلقه، قلنا كنت موجود في اول الحلقه، قلنا حروف الاظهار الهمزه والعين والغين والحاء والخاء. حروف السته دول حروف الحلق، يبقى اظهار قوي عزيز. احسن الله اليك، ما شاء الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا. اتفضل، من اللي يطلب القراءه؟ احنا خدنا دلوقتي الاظهار حروفه سته، والادغام بغير غنه الراء واللام. ان شاء الله في الصفحه الجايه هنشرح الادغام بغنه. من اللي هيقرا؟ ام محمد. طيب احنا هنشرح الادغام بغنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اتفضلي، واحنا الصفحة اللي هي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، ونشرح من خلالها الإدغام بغنى إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد فخم الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون. لا من غير، خلي من غير مط في الحركة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. ما ينفعش اقف الوقف ده، ما ينفعش اقول لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر واقف. لكن اجيب إيه حتى لو اجيب يوادون من حاد الله ورسوله يبقى كويس قوي. اقول كده لا تجد قوما من اصلنا وقف الوقف ده، يعني بيقول ان مفيش حد مؤمن خالص. سبحان الله. هنجيب الايه على بعضها كده، نحاول. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد واليوم ابتدي كده واليوم الآخر واكسر الراء واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. من غير مقلقل النون، تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها. الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه
أولئك. وضح الهاء. ورضوا عنه. وضح الهاء. ورضوا عنه أولئك. عنه. وضح الهاء. عنه أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب ايه الاحكام هنا الادغام بغنة في الآية دي؟ لا تجد قوما. ايه حروف الادغام بغنة؟ ينمو. ينمو كلمة ينمو، الياء والنون والميم والواو. لما اقول لا تجد قوما يؤمنون، لا تجد قوما يؤمنون، ادغام بالفتح. ماشي. ادغام بغنة. ادغام بغنة. ادغام بغنة. ايوه تمام. تمام. كملي اول الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما فخم الراء. لأول الحشر. لا لأول الحشر. الحشر. لا من غير قلقلة. اخبط بس الراء. لأول الحشر. لأول الحشر. ما ظننتم أن لا هنا النون مرققة. ما ظننتم. النون مرققة. ما ظننتم أن يخرج النون مرققة والتاء ما قلتش ظننتم. 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 ما ظننتم أن أن يخرجوا وظنوا أن أي. يبقى الصوت خارج من الخشوم. أي. صوت الغنة من الخشوم مش من الفم. أي يخرجوا. أي يخرجوا وظنوا أنهم. النون مرققة. وظنوا. النون مرققة مش وظنوا. لا. لا خطأ. ما ننزلش عن نون فخمة. وظن تنزلي عن نون حس النون رقيقه مش وظن نن نن. لا وظن لا تنزلي عليها فخمه. وظن لازم تحسيها رقيقه. وظن مش وظن. اسمع الاثنين. وظن دي الفخمه خطا. وظن الثانية صحيحة. وظن لازم تميز الخطأ من الصواب. الصواب وظن. الخطأ وظن. شوف دي فخمة زي النون دي. أيوة. زي بالظبط. أن رقيقة. أن فخمة. وظن بعد ما يخلي لك لان برضو اللي مش بيساعدك ان هي جنبها حرف مفخم تخين مفخم فشم منه. هي شم منه التفخيم. لكن هي دي بقى المهاره. مهاره القارئ ان هو يكون عنده حنكه يتخلص خلاص. اول ما يخلص المفخم يعني ايه يقوم داخل على المرقق على طول زي اللي بيعرف يراوغ. يخلص واحد فخ يروح بقى للرقيق. وظنوا تعرف ايه يخلص نفسه. خلص الفخ. خلص نفسه يروح للرقيق. مش كله شبه بعضه. لا يميز ده عن ده. وظنوا وظنوا انه. عايز تدريب. عايز تدريب. ماشي. وظن تدريب وتقعدي مع وظن الظاهر الفخمه بس. كملي وضرب عليها بعدين. انهم مانعتهم حصونهم من الله. من الله. من الله. من الله. ف
فآتاهم لو كانت الهمزة على السطر أقول فآت في مد بدل، لكن هنا الهمزة فوق الهمزة فوق همزة مش ممدودة، همزة مش ممدودة، فآتا دي خطأ شائع دائما كتير بيغلطوا فيه. فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم. بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب بخمر ولهم في الآخرة عذاب النار. ولهم في الآخرة عذاب النار. طيب أن يخرجوا الحكم إيه؟ إضغام أن يخرجوا بغنة. نعم ماشي. طيب لو إحنا جينا إذي قوله تعالى من حاد الله في أول الصفحة فوق يوادون من حاد الله. النون بتاعت من حكمها إيه؟ من ازاي؟ من إظهار. أحسنتي بعدها حرف الحاء. تمام. طيب وأيدهم بروح منه تنوين وبعض حرف بروح من برضو إظهار مش عارف بروحهم إظهار برضو إظهار تنوين وبعده حرف الميم ميم كسرة مكسورة ممدودة إدغام بروحهم منه إدغام إدغام بإيه؟ بغنة ولا بغير غنة؟ لا من غير غنة بروحهم لا بغنة بغنة. طب منه فيها حاجة منه النون زهرة إظهار اسمه إظهار حرف منه أظهر. طبعا كلمة الأنهار فيها إيه؟ الأنهار برضو النون على الحق دي إظهار إظهار لأن بعدها إيه سبب الإظهار بعدها حرف إيه حرف المفتوح حرف الهاء حروف الإظهار همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين قاء. طب كلمة عنهم فيها حكم ايه؟ عنهم إظهار برضو النون إظهار والميم النون إظهار لأن لا بتكلم عن النون عنهم النون ليه بعدها لأن بعدها حرف ايه؟ حرف الهاء عشان بعدها حرف الهاء. طيب تمام بكده احنا وصلنا لاخر الحصه بتاعتنا بنشكركم جميعا وعلى موعد ان شاء الله بتجدد اللقاء ومع الدعاء القصير. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وذهاب همومنا واحزاننا. امين امين. وما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم شفع فينا القران واجعله ربيع قلوبنا واجعله ضياء لنا في قبورنا واجعلنا من المتمسكين به آناء الليل وأطراف النهار. آمين. اللهم اشفنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن وارفع عنا البلاء بالقرآن. آمين. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم استجب دعاءنا واجب قدرنا وتولى أمرنا.
آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى موعد جديد إن شاء الله الأربعاء القادم في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.